Good afternoon, good morning also for the rest of the other world parts, and I would like also to complete my session or mission of answering questions all around the YouTube figures and all my platforms parts that I have been including down my name. Okay. The first part of my speech would be about the fact of learning versus a practice. And since a huge number of questions that I've been dealing with are for most part about the practice. بطبيعة الحال تطبيق كيفية تطبيق اللغة كيفية اختيارها وأيضا مفهوم التعامل ومخاطبة الآخرين بالكلام أو بالشيء الذي درسه في تلك اللغة. Okay. Regarding one fact, nature of language, طبيعة اللغة. أول شيء عليك أن تعرفه هو طبيعة اللغة. كيف بناء هذه اللغة التي أنت بصدد دراستها؟ لأن من غير المعقول أنك تدرس لغة من غير معرفة حيثياتها تركيبها نطق حروفها معرفة أولية بأفعالها ضمائرها وكلماتها بالعموم ثم تركيب من حيث أداء الكلام أو the speech verbal performance. أنا لا أعتبر فقط طريقة أنك تكون على دراية كبيرة من إتقان الكتابة orthography. This is not my own part, but I mainly intend for the main part, which is the verbal ability, القدرة الكلامية. أوكي. باعتبار كثير من الطلبة qui veulent apprendre plusieurs des langues. En principe, we have one part, which is planning and figuring out your own. كيف تسير أو تخطط لمشروعك بنفسك من ناحية دراسة اللغة ومسايرة برنامجك اليومي. كما نعلم أن اللغة مثل النبات. إن أفقدت تطبيقها وغيرها مات أو ماتت. باعتبار كل مبادئ التركيب من مفاهيم كل اللغات. خذ مثلا على سبيل المثال اللغة الشرقية. اللغة الشرقية تأخذ باعتبار اللغة على أنها تبدأ بفاعل مفعول به فعل في الأخير. هذه باعتبار مثلا إذا أخذت اللغة الفارسية من ميزابان فارسي سقيت ميكونو من ميزابان فارسي يدبي جراند مثلا دوستارم. خليني من هذه الجملة التي تأتي مثلا من مي دوستارم خيل خوب زبان باست. أنا أريد الكثير من لغات التعلم، أنا أريد الكثير من لغات أن أتكلم أو أستطيع التكلم وغيرها. نفس الشيء في تركيا بان إتراف بها فضل ديلي كونو شبيرو أو مثلا بان إن شاء الله كونو شمي سيفيرو. أنا أريد أن أتكلم مع المتكلم الأجنبي لغة أجنبية التي هي يابانشا ديلا. باعتبار كل مفهوم من هذه المفاهيم التي أخذتها أنا على اللغة الشرقية من تركيا وما عداها وخذ على سبيل ذلك خلاف لا أتحدث عن روسيا وبولندا وغيرها من الدول التي فقط باعتبار مثلا إذا قلت في اللغة البولندية موفي مرزماي بابوسكي ترى من عربية الأخير لا يأتي فقط في الوسط أو غيره. أوكي. قليلا بعض الأسئلة أيضا تأتي على مفهوم التطبيق الشفهي. أستاذ أمين دائما يتحدث عن التطبيق الشفهي ونحن لا نعرف كيف ما هو التطبيق الشفهي. التطبيق الشفهي هو أنك تأخذ كل ما تعلمته في مدتك التي بدأت فيها تحديد اللغة من ناحية مفهومها وطبيعتها whatever things you have done, then directly you move forward what you have got in your mind, you barely directly and address the others. Vous voulez en français diriger les autres, les locuteurs natifs. C'est un principe pour avoir quoi? La compétence et la confiance de soi-même. To have that ability and the confidence of yourself.
مثلا إذا كنت تدرس لغة قد أحيانا تأتيك غريبة أنك تطبق، تقول كيف أنني سأطبق هذه اللغة مع هذا الشخص غير قبائلي أو الفرنسية أو اللغة الإسبانية أو اللغة الألمانية أو اللغة التركية أو العبرية أو غيرها من اللغات، لأنك لا تكون لديك تلك الشجاعة الكافية لمواجهة